شجعت أزمة كورونا العديد من الفنانين والتطبيقات الموسيقية العربية على إقامة الحفلات الفنية عبر الإنترنت، فما أهمية تلك الحفلات المستمرة عبر فضاء منصات التواصل في مختلف الدول العربية لنشر التوعية والترفيه، وكيف تفاعل معها الجمهور العربي القابع في الحجر المنزلي؟ تحية لمشاهدي سكاي نيوز عربية. شجعت أزمة كورونا العديد من الفنانين والتطبيقات الموسيقية العربية على إقامة الحفلات الفنية عبر الإنترنت، ما أهمية تلك الحفلات في نشر التوعية والترفيه، وكيف تفاعل معها الجمهور العربي القابع في الحجر المنزلي؟ نتابع سويا التفاصيل في هذا التقرير المصور. الشيء اللي عملناها انه نعمل لايف بيرفورمنسز على انستغرام، كل يوم عم بيكون عم نستضيف فنان، هالفنان عم بيكون عنده كمان مساحه انه يقدر يتواصل مع الفانز، مع الناس اللي بحبوه بشكل عفوي، بشكل مهضوم، نفس الوقت عم بيشوفوه كمان هو محجور ببيته، عم تبعت مساج كمان للكل انه هيدا النورم عند كل الناس كانوا مشهورين او ناس عاديين. اكيد الانترنت هو اذا بدك النافذه الوحيده للناس، حنصير نشتري بطاقات لكونسرتس اونلاين، كمان اليوم ما ننسى انه بوقوف الحفلات هالمجموعه من الناس متضررين كمان، هذا بيكون وسيله بقدر كمان نامن لهم مدخول. ومن القاهرة ينضم إلينا الفنان المصري أحمد جمال الذي شارك في الحفلات الفنية عبر الإنترنت. كيف كان تفاعل الجمهور أحمد مع تلك الحفلات، وهل لقيت إقبالا في عدد المشاهدات؟ ما شاء الله التفاعل كبير، ويمكن أنا كان أول حفلة أونلاين ليا كانت ساعة لايف على تطبيق أنغامي، وعملنا فيها مشاهدات كبيرة جدا ما شاء الله. الأسبوع اللي بعده طلعت على صفحتي أنا الشخصية وعملنا تفاعل كبير، يمكن إحنا في ساعة واحدة بنتخطى 10,000 كومنت و 10,000 شير و 100,000 مشاهدة، غير إن الفيديو بيفضل موجود بعد كده على الصفحة بالفيوز بتزيد بعد كده. نعم، بما أن أزمة كورونا ستطول أحمد، هل تتوقع أن تكون الإنترنت في المستقبل هي الفضاء لإقامة الحفلات الفنية، وكيف سيؤثر ذلك على مستقبلكم المهني؟ أتوقع الحفلات الأونلاين هيبقى ليها نصيب كبير الفترة الجاية، لكن مش هتبقى بديل قوي للحفلات الحقيقية الجماهيرية، لأنه جزء من التواصل مع الناس وجزء من ارتباط الفنان أو الجمهور بالفنان هو إن إحنا نشوفهم ونشوفونا لايف على الستيج أو في حفلة أو في فرح. فأتوقع إنه الحفلات الأونلاين هتاخد نصيبها لكن مش هتحل حل، بس إن شاء الله الأزمة تعدي على خير وكل حاجة ترجع زي ما كانت. دوري كفنان نحن نشارك الجمهور أثناء الحجر المنزلي عشان ما تحس بالملل، نحن نغني لهم ونطلع لهم. احنا كفنانين روعة الحفلة أصلا بحضور الجمهور والحب الجمهور لما يغنون معاك باللايف، أحس الحفلات ما لها طعم من غير وجود الجمهور. لكن احنا ما ندري شنو يعني الكورونا لوين راح توصلنا، ولكن نتمنى ان شاء الله يا رب تكون أزمة بوقت قليل وتعدي ونرجع نتلاقى كلنا مع بعض يا رب. ايش الحيلة في قلبي محبتك تملي، في شخص من غلطك صار يشبه لك ومن الترفيه والتوعية شكلا هدفان رئيسيان للحفلات الفنية عبر الإنترنت، ولكن مع طول أزمة كورونا هل يتحول سوق الحفلات الفنية بالكامل عبر فضاء الشبكة العنكبوتية في المستقبل القريب، وهل تشكل مصدر رزق بديل للفنانين قريبا؟ الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. سعيد حريري، سكاي نيوز عربية.